جت الكوادر الصحية في جميع محافظات العراق، وذلك من أجل إكمال القرار تنفيذ قرار 61 الذي أقره مجلس الوزراء سنة 2019. وما ندري ولا نعلم أنه وزارة المالية استبعدت بعض العناوين الوظيفية، يعني كبيولوجي، كيمياوي، بكتيرولوجي، إدارة صحية، استبعد الدرجات الأولى والثانية والثالثة. لذلك نطالب من الجهات المعنية أن تقوم بالمساعدة على إكمال تنفيذ هذا القرار، ويعتبر هذا الاستبعاد ظالم مجائر من قبل وزارة المالية دائرة الموازنة. لذا خرجنا اليوم أو قبل فترة خرجنا بوقفات احتجاجية، واليوم هنا في بغداد بمظاهرات عارمة، وإذا وصل الحال أنه نحضر احتصامات سوف تكون هناك احتصامات، وفي حالة عدم الاستجابة يصل إلى الإضراب، يعني إلى حين تنفيذ مطالبنا. إحنا أصحاب حق وليس مكرمة من المالية أو استجداء منهم أو أي شيء، إحنا أصحاب حق نطالب حقوقنا نريد ناخذها، فلذلك إحنا على المالية أن تنفذ، ماكو غير هذا الخيار. هذه وقفة احتجاجية من كليات العلوم المتعينين في وزارة الصحة بقسم المختبر، هذه وقفة من وقفات مستمرة تنتهي في حالة واحدة بس، إلا وهي تلبية المطالب للمتظاهرين، واللي هي الحصول على مخصصات الخطورة اللي انضربت بها شريحة، بحيث قسموا الكادر المختبري إلى أقسام باعتماد على شهاداتهم، قسم استلموا مخصصات الخطورة وقسم منعوهم بدون سبب اللي من مخصصات الخطورة. طبعا سببنا هي عدة أسباب، أول واحدة أنه نحصل مخصصات الخطورة اللي إحنا مستحقيها اصلا، وثانيا اكو عرقله بامر رئاسة الوزراء قرار رقم 61، اكو عرقله من قبل افراد على مود هذا القرار، فاحنا همنا اسناد للحكومه حتى يتطبق كل قراراتها. فطلعنا بهاي المتظاهره من جميع محافظات ومستشفيات العراق. مطالبنا تنفيذ القرار رقم 61 لسنة 2019، واللي وزارة المالية استبعدت شريحة جدا كبيرة عاملة في المؤسسات الصحية وفي مجال خطر، ممكن أي منتسب من المنتسبين المستبعدين يفقد حياته بشكة نيد الملوث ويفقد حياته، والوزارة استبعدتها ظلم وبدون أي وجه حق، على الرغم من أنه مستحق للمخصصات بصورة كاملة ويأخذ مخصصات 50% وحرم من 30%، فنطالب حقوقنا كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. عتبنا على أخوتنا البرلمانيين، يعني الموضوع من الشهر الثالث إلى الآن لم يحركوا ساكنا أولا، والشيء الثاني لم تظهر أنه العلوميين والدرجات الثانية والثالثة غير مشمولين بالخطورة، لماذا لم ينطقوا بها في الشهر الثالث؟ لماذا عند صرف المبالغ قالوا أن العلوميين ليس مهن صحية، وقالوا الدرجة الثانية والثالثة ليسوا بمهن صحية؟ أين كانوا كل هذه الفترة؟ هذا عتبنا عليهم. وإذا لم نكن علوميين أو لم نكن مهن صحية، لماذا لا تصرف الخطورة الآن وبعد ذلك تتخذ القرارات مجراها الطبيعي من ضمن كتابنا وكتابكم وتأخذها؟ يعني حرام، يعني مكان واحد اثنين زملاء اثنين بنفس الوحدة وبنفس المكان وبنفس المواد يشتغلون، هذا ياخذ خطورة وهذا لا ياخذ. والله يقولون ان شاء الله وان شاء الله، وعود وتسويف. ليش ما نكون صادقين؟ انتم يا مسؤولين، انت رجل مسؤول وعندك القرار، ليش تسوف وتماطل؟ قول هذا حقك وهذا غير حقك، اذا كان لنا حق فاعطونا اياه، واذا لم يكن لنا حق فكيف نجده في الكتب والقرارات وعملنا؟ يعني أكثر دليل أنه عملنا في المؤسسة الصحية في المختبر، أكو أكثر من دليل هذا؟ هل أعطيتم إجازة مختبر لغير الكيمياء والبيولوجي خريجي العلوم؟ أعطيتوا إجازات مختبر أهلية؟ إلا لهؤلاء هو إجازة فتح المختبر، كل هذا هم مو مهن صحية؟بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم مجموعة من أبناء المهن الصحية والتمريضية اجتمعنا اليوم في تظاهرة ضد الظلم والتسويف لمطالبنا. نحن نعتصم ونتظاهر على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بقرار 61 الذي شمل المهن الصحية. فالتمريضيون والعلوميون والدرجات المستبعدة حقيقة قرارات ظالمة وظالمة جدا. فالوزارة اعتمدت في
في تسويفها على قرار 2000 قرار 18777 من عام 2000، ولم تعتمد على قرار 31/7/2007 الذي نص ان البيولوجيين والعلوميين ككل هم مهن صحيه، وانما جعلتهم مهن سانده. نحن اليوم نعتصم ضد الظلم الحاصل علينا ومساواتنا باخواننا التمريضيين والمختبرين. فالخطورة لا تعرف، فنحن حقيقة كما تعلمون كل المختبرات ومسؤولي المختبرات والعمل قائم بنا وبأخواننا من المختبرين. فرسالتنا إلى مجلس الوزراء، على من يملك هذا القرار، أن لا يسوف مطالبنا وأن يعطي استحقاقتنا، فهذا حقنا، ونحن سوف لن نسكت عن حقنا، ومن سكت عن حقه فهو شيطان أخرس. احنا نحب نشكر قيادة تنسيقيات المحافظات كافة، وبالأخص محافظة بابل، الأستاذ الفاضل أمجد نعمان والأستاذ معن. مطالبنا الحقيقية هي أنه رفع التسكين وشمول كل العلوميين بمخصصات الخطورة، أي تنفيذ قرار 61. احنا نحب نسأل طيف، لماذا يعني ما شملتنا بهذا القرار؟ ليش يعني؟ احنا نعمل نفس المكان، لا فرق بيننا وبين المهن الصحية، احنا كنا مهن رائدة وليست مهن ساندة. ليش هذا الاستهزاء بشريحة العلوميين؟ ليش؟ احنا من هاي الوقفة الاحتجاجية والمظاهرة المركزية نطالب الوزارة المالية بشمولنا بقرار 61، اي مخصصات 30% واضافتها وعلى الفور، واحنا هنا ما راح نترك مكاننا هذا الاعتصام ولا المظاهرة الى حين استرداد كل حقوقنا. والسلام عليكم. اتصلنا بكل الجهات، وحتى الامين العام التقوا بي وما كان رد سالم بحقنا، يعني ما استجاب لاي مطالب من مطالبنا احنا، وايضا قياده التنسيقيات اللي ويانا اتصلوا بكل الجهات المعنيه وايضا ما شافوا اي رد من عندهم. لذلك احنا يعني بحسب بيان راي التنسيقيات قمنا بهذه المظاهره المركزيه الكبرى. سوف تكون هنالك راي وبيان للتنسيقيات، اكيد راح يحددون مكان اعتصامات، وايضا احنا ما نتنازل عن حقنا. الاخر شيء احنا ما نتنازل عن حقنا، مستحيل نتنازل، يعني هذا حقنا، ليش نتنازل عنه؟ احنا وتعرفوا اليوم درجه الحراره كلش عاليه، ومع ذلك احنا ما همنا هذا الشيء، اجينا هنا حتى ننفذ مطالبنا. المظاهره تطالب بحقوق المستبعدين من قانون 61، وهذا القانون صار به تقريبا غبن لبعض الشرائح بالمهن الصحيه، وخاصه المستبعدين من كليه العلوم، قسم البيولوجي وقسم الكيمياوي والفيزياوي، وهم يشتغلون بنفس الاختصاص ونفس المكانات اللي يشتغلون بها المهن الصحيه الاخرى اللي شملت بالخطوره 80%، حيث يشتغلون بالبكتيريا وبالفيروسات وبالامراض الدم وكل الاختصاصات، وكذلك المستبعدين من المراحل الاولى والثانيه والثالثه، هو نفس المهن، مهن صحيه وخريج معهد طبي ومشمول بالتدرج الطبي، واستبعدوه من هذا القرار رقم 61 المجلس الوزراء، وكذلك قسم الإدارة الصحية والإحصاء الصحي، وكذلك قسم هندسة الطب الإحيائي مستبعد من قانون 61، من جميع العراق، من كل المحافظات، من البصرة الكركوك، كافة المستبعدين، ونطالب بحقوقنا أسوة حالنا بحال المهن الصحية الأخرى. والله صار لنا تقريبا أكثر من شهرين عرضنا مطالبنا حتى على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى السيد وزير الصحة المحترم، وعلى قسم الموازنة السيد طيف، قالوا أنتم ما مشمولين بالتدرج الطبي، والما مشمول بالتدرج الطبي ما مشمول بالقانون الجديد 61، وما مشمول بالخطورة 80%، يبقى على خطورة 50%. زين، احنا قسم منا خلصنا كل معاهد طبية، وبعدين اخذنا عدم ممانع على اكمال الدراسه، وكملنا كليات علوم، واخذنا اجازات دراسيه وموافقه الدائره مالتنا، وغيرنا عنواننا الوظيفي، انا واحد من الناس غيرت عنواني الوظيفي من مساعد مختبر الى بايولوجي. هسه جماعه انشملوا بالخطوره، انا ما انشملت، وانا خريج معهد طبي ومشمول بالتدرج الطبي، ويقولون انت لازم مشمول بالتدرج الطبي. ما ادري هسه شنو التمييز هذا بالقانون، ما جاي نعرفه شنو، ومن هو الناس اللي تحاول الاستفاده من هاي التعكير الاجواب الصحه. احنا قسم الاداره الصحيه خريجين معهد طبي المنصور، مشمولين بقانون تدرج، وخدمنا مناطق تدرج، خدمنا
انا بالنسبه لي خدمت بصلاح الدين، خدمت بالموصل، خدمت ببيجي، خدمت ببلد، خدمت بسامره، 3 سنين احنا تدرج. بس المشكله اللي صارت انه احنا عناويننا اداريه، بس احنا قانوننا وتعييننا وكل مستمسكاتنا تأيد انه احنا مهن صحيه. فاتحنا وزاره الماليه قلنا لهم احنا مهن صحيه، ردوا علينا رد كلش مهين وباستهزاء وما قبلوا يمشون شغلتنا. مع العلم احنا مهن صحيه وصار لنا سنين بهذا الشيء، ويوميه توزيعات ويوميه نطلع تدرج ومتحملين كل شيء. والله شنو انتم كيف عناوينكم اداريه؟ بس بالاساس احنا مهن صحيه، قسمنا اداره صحيه. اكملت التدرج الطبي بال 2000، انا موظف علومي في مستشفى الرميث العام. المشكلة اليوم قرار 61 قرار عشوائي، يعني صدر من قبل رئاسة الوزراء وتفند به تطرح آرائها وتأويلاتها كل وزارة معنية، مثل وزارة المالية منعت شرائح كثيرة من العلوميين والإداريين وغيرهم من الاختصاصات. بس احنا محور مظاهراتنا ومشاكلنا على ال 61 وعلى بدل العدوى. هسه بدل العدوى لو نتوجه الى لجنه تحكيميه مختصه بالعدوى والتلويث، فاكثر الناس بالوظائف الحكوميه تعتبر العدوى هي اخطر عمل. احنا المختبرات نعاني من مشاكل العدوى اللي هي الفيروسات والامراض الانتقاليه بصوره عامه. زين عندنا هاي الامراض الوبائيه والانتقاليه، لا يوجد شخصيه عراقيه ما عدا البيولوجي هو اللي سيطر عليها على البلد. يعني انا بامكاني من ارفع ايدي محافظه كامله يصيب هالوباء هذا. احنا نلجا اما الى الشارع العراقي ونلجا الى المؤسسين للشرعيه العراقيه. يابا هاي الشريحه، العلوميين نعتبرهم ثروه، علميه وطاقه جباره، يجب الاستفاده منهم حالهم بقيه العلوميين البيولوجيين في دول العالم. هسه نروح نتوجه الى دول العالم، شوف الاختصاصات ايش قد يقيمون لها، ايش قد يعطونها اهتمامات بحوث اهتمامات. فاحنا نطلب من وزاره الماليه ان تراعي حال الصيدلاني او حال باقي الاقسام. نحن شريحه العلوميين مستبعدين عن الخطوره، عملنا بالمختبر، تعاملنا ويا الفيروسات ويا نواقل المرضى، لكن مع الأسف الشديد صار تمييز طبعا معتمد، لأن احنا عملنا داخل المختبر نتعامل ويا نواقل المرضى وممكن حتى ننقل هذا الشيء لعوائلنا. طبعا طلعنا بمظاهرة داعي بحقوقنا اللي هي المفروض انه بدون مظاهرة هي ينطوناها. ما اعرف انه قرار 61 ما ادري نبي او كتاب منزل من السماء، دساتير دول قاعد تتغير، لكن ليش للاسف يعني ما اعرف فعلا. قانون 61 ينص على انه العلوميين غير مشمولين بالتدرج الطبي، طبعا احنا تدرج طبي الترفيعات سنه كامله 4 سنوات، حالنا حال ابو التقنيه وحالنا حال اي كليه ثانيه 4 سنوات، وايضا تدرج طبي بالقرى والارياف النائيه. وطبعا احنا تطبيقنا اصلا يكون بالمستشفيات، يعني من 79 احنا تطبيقنا يكون بالمستشفيات، لكن ما يعني انه استخفاف بهالشريحه او ما اعرف يعني. انا بكتيرولوجيه من وزاره الصحه، من التعيين اللي من سنه التسعينات اللي احنا اسسنا مختبرات الكشف عن الفيروسات وعن البكتيريا، واحنا على احتكاك مباشر ونمثل حلقه من مكمله للتشخيص الطبي. هل من المعقول انه انسان يعمل بالمختبرات صار لسنين وعلى احتكاك بالفيروسات وعلى احتكاك بالبكتيريا وبتماس، واحنا خبره واللي من عندنا مخلصين دورات مختبرات واللي حاصلين على اجازه مختبر اللي هي الدوره التاهيليه لخريجي كليه العلوم والصيدله، يعني احنا هذه الدوره علوم وصيدله وعلى احتكاك مباشر بالاحياء المجهريه، يعني هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني احنا ما ينطون المخصصات الخطوره اللي هي اسمها خطوره عدوى اللي هي خاصه بمكان العمل، وبالعافيه على اللي ينطوهم اياه. يعني احنا مو دا نقول يعني دا نعترض، وانما دا نقول مساواه
لانه احنا حتى المعين اللي يشيل سله المهملات اللي هي كلها عباره عن بكتيريا واحياء مجهريه من حق من حقوقه انه يستلم اسمها هي من الاسم مخصصات خطوره بدل العدوى، يعني الانسان اللي يكون على احتكاك مباشر بالاحياء المجهريه، فشغله غير عادله وظلم واضح. ما ضاع حق وراءه مطالب، والظلم حرام، يعني الظلم، يعني اي انسان ما يتحمل الظلم، ظلم بحقنا وبحق كل الشريحه. وتدشفون الاعداد، يعني ترى المستشفيات من سنين، يعني كليه العلوم من سنين هي اهل العلوم هم اللي شايلين المختبرات وهم اللي يقيمون، وهسه بالوقت الحاضر حتى التعيين الجديد اللي دربهم هو خريج كليه العلوم، فيعني ما اعرف بعد. هاي كان اخر حل وهو المظاهرات، لان احنا ناس مسالمين، وحتى هاي المظاهره هي مسالمه وسلميه. احنا حكومه ديمقراطيه والمطالبه بحقنا يعني مشروع جدا، فطلبنا هو انه مجرد نظره سريعه خاطفه لحق واضح مثل وضوح الشمس، اصلا ولا يحتاج مناقشه ولا يحتاج مظاهره. يقولون تدرج طبي، استبعدوا ناس هم تدرج طبي، والامر ما له علاقه بالتدرج الطبي، الامر له علاقه ببدل عدوى، يعني شيء اي انسان ما له علاقه بالموضوع، مجرد طرح بسيط يفتهمه، بس انا ما اعرف شنو السبب. انا اريد اسال سؤال موجه لوزاره الصحه مو بس للماليه، شنو فرق العدوى عني وعن مساعد المختبر اللي دام وياي بنفس المكان؟ شنو فرقنا عن ابو المهن الصحيه اللي هو ممرض الجامعي والمعاون الطبي والممرض الفني؟ العدوى اللي كانت فيروسيه وبكتيريا راح تميز بيناتنا؟ هل راح تعرف انه هذا علومي ما راح تصيبه وهذا ممرض وما ممرض راح تصيبه على مود يحصل المخصصات؟ هذا سؤال لوزارة الصحة موجه. السؤال الثاني، كل الحكومات اللي تعاقبت على العراق عايفين شخص واحد يبعثر بقرارات الدولة وقوانين الدولة اسمه طيف من 2008 لحد الآن، ماكو غير هالشخصية هاي تستلم وزارة المالية، دائرة الموازنة، يعني ماكو هالشخص هذا. العراق بعد ما بي كفاءات، ما بي أشخاص مهنيين، كلها تبدلت. ليش هالشخص هذا المعين هذا اللي مكلمين به؟ احنا نريد نعرف ليش راح يصير ما يقارب ال 12 سنة على نفس الشخص؟ شو مسوي لهم هذا الشخص؟ وليش مكلمين به؟ واللي ما اي قرار من رئاسة وزراء، من امانة عامة، من وزير ما يعترف به، عنده المهم انه القرار مالته هو اللي يمشي. شخصية ما نعرفها، مجهولة منين، تطلع 12 يوم مثل 13 يوم ويرجعون يرجعوها من جديد بضغوطات دولية خارجية، ليش؟ شنو السبب؟ هل هذا الشخص مدعوم من الخارج؟ هل هو عراقي حقيقي حتى يقول انه انا دافع عن حقوق العراقيين؟ احنا منين؟ احنا كنا عراقيين ونريد حقوقنا، ما جايين نطلب فشي غلط. مهن صحيه قرار 61 واضح للكل، كنا نعتبر مهن صحيه، تستبعد بكيفه وترجع بكيفه وتطب بكيفه وتودي بكيفه، المن هذا الشيء؟ المن نسال ومن اللي يجاوبنا؟ اريد هي شخصيا سطيف اذا كانت عندها اي معلومه قانونيه باستبعادنا خلي تجاوبنا، مو تقول مهن سانده، خلي تجي تداوم بالمستشفيات وتجي تسوي جوله ميدانيه وتعرف شنو المهن السانده وشنو المهن الاصليه.
خرجنا نحن خريجي كلية العلوم ومن مسكنين من الدرجة الأولى الثانية والثالثة نطالب بحقوقنا أسوة بإخواننا التقنيين بخطورة 30%. علما احنا نطالب وزارة المالية ببيان أسباب مقنعة على انه استبعادنا من هذه الخطورة، علما انه هذا القرار صدرته وحدة الصحة العالمية لخطورة العمل في وحدة المختبرات وأكدت على هذا في صفحة رقم 103 بكتابها المبعد واللي توثق من قبل منظمة الصحة العالمية واللي صدر على وتعمم على كافة مؤسسات الصحية العراقية. قابلنا جهات رسمية كانوا متعاونين جدا ويا المستبعدين بكل فئاتهم وكان ردهم إيجابي وعاونونا بأكثر من موقف وساعدونا بكتب رسمية وهواية هواية كتب طلعونا ياها قديمة وقرارات حصلنا من عندهم، لكن العائق الوحيد اللي بقى هي وزارة المالية. طلعنا اليوم من مختلف أنحاء العراق هذه المظاهرة اللي نظمناها بسبب القرار التعسفي اللي صدر من المالية اللي هو استبعاد كلية العلوم والإدارة الصحية والمسكنين من الدرجة الثانية والثالثة بدون أي وجه حق، وطالبنا احنا بشمولنا بقرار 61 لسنة 2019 اللي يقول انه العلوم هم مهن صحية تنشمل بخطورة 50% إضافة للخطورة البدل العدوى اللي هي 30% أسوة بزملائنا الممرضين وزملائنا التقنيين. تفاجئنا من المالية استبعادنا من هذه الخطورة، السبب ماكو أي سبب واضح، إذا قالوا انه أنتم ما عندكم تدرج طبي الإدارة الصحية عندها تدرج طبي وهم استبعدوها، فماكو أي وجه حق للمالية انه تستبعد العلوم والفئات الأخرى. طلعنا احنا بهذه المظاهرة بعد ما استنفذنا كل الحلول السلمية، كل القرارات دزينا لهم اياها وماكو اي نتيجة، فاضطرينا نطلع هيك وهي حتكون خطوة اولى للمظاهرات اذا ما تنفذت مطالبنا. قابلنا جهات امنية، قابلنا مجلس الوزراء، قابلنا الرؤساء المالية، وزارة الصحة، هذا كله ماكو اي نتيجة طونا اياها، فاضطرينا نطلع للمظاهرات، يعني ابسط شيء نقدر نقدمه على مود ندافع عن حقوقنا. طبعا هذه المظاهرة سبقتها وقفات احتجاجية داخل المؤسسات الصحية، سوينا وقفات احتجاجية على مدى 3 ايام، ماكو اي استجابة لا من المالية ولا من وزارتنا ولا من اي ادارة، فاضطرينا اخر شيء نطلع مظاهرات وهذا الحل الوحيد اللي عندنا. احنا هنا اليوم وقفه احتجاجيه على المظلومين اللي يتعرض اليها خريجي كليات العلوم البيولوجي والفيزيائي والكيمياوي اللي تسميهم وزاره الصحه العفو وزاره الماليه بالسانده، هي ماكو سانده، ماكو فرق بين ابو المعهد الطبي او ابو البيولوجي او بالعلوم، كل احنا نعمل بنفس الخطوره ونفس المكان نتعرض لنفس المخاطر. ابو المختبر جاي يتعامل ويا المرض مو المريض، المريض بيه مجال شويه ممكن يصير عدوى او ما يصير، بس احنا دا نتعامل بصوره مباشره ويا المرض. التفرقه اللي دا تصير وزاره الماليه دا تناقض نفسها بنفسها، انه ابو المعهد الطبي لما يكمل دراسته بيولوجي يسمونه قناه متميزين، فهو متميز حتى يروح يكمل بيولوجي، شلون الجهاز المتميز انه تقلل خطورته وتخلى ابو المعهد اكثر خطوره من يمه، وراتب ابو المعهد يصير اعلى من يمه، راتب ابو الاعداديه اعلى، التناقض اللي دا يصير، راتب ابو الاعداديه يصير خطورته اعلى من راتب ابو الكليه او خريج كليه العلوم، هذا تناقض. وزاره الماليه تشترط بترقيه ابو المعهد الطبي انه يكون ضمن نفس الاختصاص حتى يكمل بيولوجي. تناقض يصير عندها بقراراتها، بنفس الوقت الخريجين هم كلهم سواسية يعملون نفس الحقل ونفس الخطورة يتعرضون لها ونفس الإشعاع أبو الفيزياوي أبو الكيمياوي نفس المواد الكيميائية السامة نفس المخاطر، كلهم دا يتعرضون نفس المخاطر، ليش هالتفرقة اللي دا تصير؟ ما جاي نلقي لها فالجواب مقنع، تخبط بإجابات وزارة المالية وإجابات وزارة الصحة متناقضات كثيرة. نبحث عن حلول، اليوم وقفتنا هاي الاحتجاجية نبحث إن عن حلول إلها أو إجابات مقنعة تقنع هاي الجماهير المتظاهرة اللي جاية من كل أنحاء العراق في سبيل تثبت وقفتها وتثبت وجودها وتثبت حقيتها. نحن خريجي كليات العلوم المعينين على وزارة الصحة بقرار مجلس الوزراء لسنة 2009-2010. بداية احنا كان تعيننا على مجلس الوزراء كان تعيننا على مهنة التمريض لمدة 5 سنوات لسد الشواغر، وكنا من الكوادر الصحية الساندة، وكل الوزارة كانت تشيد بدور خريجي كليات العلوم في سد النقص الحاصل، وكانت خطورتنا 50%، وبعد وراها بعد ال5 سنوات رجعنا إلى اختصاصنا ومارسنا عملنا بالمختبر وقسم الأشعة، لأن يعني احنا تعرف خريجي كليات العلوم فيزياء كيمياء بايو وبتماس ويا بعد أكثر ويا المريض من ناحية الإشعاع من ناحية المختبر الفيروسات الهيبتايتس وغيرها وغيرها. الآن مجلس الوزراء
مخصصات، اعطى مخصصات خطوره لكل المهن الصحيه. بعدها تفاجئنا انه انسحبت من بعض المحافظات مخصصات الخطوره بالنسبه للعلوميين، بقت 50% وباقي المهن الصحيه لا 80%، بالنسبه للاداره الصحيه سحبوها، بالنسبه للمهندسين هم سحبوها. فهل يصير هذا؟ هل يجوز من العقل وهل يجوز من الحق انه اللي يشتغل بالمختبر نفس القسم واحد يستلم 50 واحد 80؟ زين هو شنو خطوره دم لو مو خطوره دم؟ قسم الاشعه وكذلك، ليش يعني؟ قابلنا جهات وزارة المالية، وزارة الصحة مشكورة، الوزير رفع كتاب إلى وزارة المالية، مجلس الوزراء رفع كتاب إلى وزارة المالية، عرقلتنا تصير من وزارة المالية نفسها مدى تقبل تطبق القرار أنه منح المخصصات يكون 80% لكافة الخريجي كليات العلوم العاملين على وزارة الصحة بحجج واهية ما نعرف شنو سببها. احنا هنا نريد مطالبنا تتحقق يعني، زين؟ ما نطلع يعني احنا منا، احنا نريد يعني اذا اليوم ما صار شيء نتظاهر باكر وعقبه وعقبه، لان ماكو حق يعني. احنا موظفين وزاره الصحه كنا سواسي، احنا خريجين كليات العلوم ومتعينين بكل اماكن كل المستشفيات تشوف علومي. كلمتين اقول لك اياها مطالب لانه تتحقق 30%، لانه احنا بتماس ويا المريض ان كان قسم بايو ان كان كيمياوي او كان فيزياوي او الاقسام الاخرى الكليات العلوم، احنا بتماس ويا المريض خطورة من ناحية إشعاع، من ناحية تماس بلد ويا المريض. بس هاي اللي أقول لك إياها، وإن شاء الله مطالبنا 30% تتحقق. هو يعني أساس مطالبنا هي مخصصات خطورة 30%، اللي هي 30% يعني بدل عدوى ينطوها، زين؟ قرار مجلس الوزراء كان قرار 61، يعني وقع انه كل جميع المهن الصحيه لازم يستلمون يعني خطوره بالمئه، خطوره 30%، زين؟ يعني الماليه اتخذت قفت قرار يعني من كيفها انه العلوم نستبعدهم من جماعه المهن الصحيه، يعني ما يستلمون. زين ليش؟ جماعه العلوم يشتغلون بالمختبر، اكو بالاشعه، زين؟ يعني هم معرضين نفس الخطوره. يعني ابو المعهد اللي هو مهن صحيه وابو كليه التقنيه هم مهن صحيه يشتغلون ويانا بنفس المكان. احياء مجهريه، فيروسات نشتغل، زين؟ ليش هالاستبعاد؟ يعني ليش اتخذتي هذا القرار من كيفك؟ المفروض ترجع لوزارة الصحة وتقول لهم قم يا جماعة العلوم مسموني لولا هم يعتبرون مهن صحية، ليش رسل يعني استبعدتنا؟ احنا في هذه المظاهرة على مود هذا الشيء، يعني احنا أمام وزارة المالية نريد نطالبها نقول لها أنت ليش اتخذتي هيك قرار؟ المفروض ترجعين لوزارة الصحة.